قوة الأمن الخاصة تشكلت في ظرف عصيب رغم الإمكانيات الشحيحة. هذه القوات ستكون رافدة للمؤسسة الأمنية في محافظة تعز. هناك خطة شاملة قد تم تنفيذ جزء منها، وإن شاء الله نحن بصدد توسع الانتشار الأمني لتنفيذ الخطة كاملة حتى يستتب الأمن في محافظة تعز. نطمئن إخواننا المواطنين بأن هؤلاء الرجال الذين تروهم أو تم افتتاح معسكر اليوم في قوات الأمن الخاصة سوف يكونوا الصخرة التي تتحطم عليه من يحاول زعزعة الأمن بمحافظة تعز. نرفع أسماءنا هاني التبريكات المشير عبد الرب منصور هادي القائد على القوات المسلحة بمناسبة عاد الثورة 6 أكتوبر. وبالنسبة لتخرج الدفاع، نحن قد في صدد الانتشار الأمني لمدينة تعز. مارسنا عملنا في المناطق الحجرية وبسطنا النفوذ ونشطنا المناطق الأمنية والنقاط، والآن نحن في صدد استكمال المرحلة الثانية واللي هي مدينة تعز. عند وصول الدعم والآليات المناسبة لمدينة تعز سيتم رفض مدينة تعز بالأفراد والمعدات وبسط النفوذ والسيطرة على المناطق المحرمة.